تفضل، الله يحفظكم. سيدنا كان في مسجد محتاج تكييفات، واحنا كل شهر بنخرج صدقة للفقراء والمساكين. والمسجد يعني فقد المصلين لشدة الحرارة فيه، مع ان هو في مراكز مش عاملة شيء. فهل الأفضل إن أنا أحط الفلوس كلها للفقراء، ولا ممكن أحط جزء هنا وجزء هنا؟ وهل كان لو حطيت الفلوس كلها للمسجد ولا لأ؟ السؤال: هل هذه الأموال أموال زكاة أو صدقات؟ صدقات لا بأس أن تجزئ جزءا ها هنا وجزءا ها هنا، ولو وضعت المال كله في المسجد لا تأثم، لأن المسجد الفقراء لهم مصدر آخر وهو الزكاة، أما المسجد فلا ليس لهم من الزكاة نصيب. فالفقراء مثلا إذا أنت لم تعطيهم سيأتي أحد يخرج زكاة ماله لهم، أما المسجد فيحتاج إلى صدقات. صحيح. أي نعم.